السلام عليكم ورحمة الله. في حلقة اليوم بتكلم عن الغياب وتأثير الغياب في العلاقة عموما، تأثير الغياب في علاقة الحب، في علاقة الخطوبة ما قبل الزواج، في أي علاقة كانت، غياب وتأثيره. تكلمنا قبل في حلقات سابقة عن التجاهل وتأثير التجاهل في العلاقة وتأثير التجاهل لدى الشريك، هل وتكلمنا أيضا أنه التجاهل يرفع قيمتك وقدرك عند الشريك الغير مهتم، فيبدأ يحس على دمه ويعرف أنه تجاهل، لما تتجاهله يبدأ هو يتقرب. ممكن بعضه ممكن يعاند ويتجاهل بتجاهل، لكن ذكرنا إيجابيات التجاهل. لذلك حلقة اليوم نتكلم عن الغياب، والغياب في أنواع، في غياب إيجابي وغياب سلبي، في غياب تام وغياب فقط بالروح وبالوجود وبالاهتمام. لذلك ركزوا في الحلقة جيدا. نعرف دائما أنه دائما العلاقة والقرب الدائم وعدم إعطاء مساحة وعدم إعطاء مسافة يصيب العلاقة بالملل ويصيب العلاقة بالفتور، مهما كانت هذه العلاقة فيها حب قوي. الحب دائما يحتاج يعني اشتعال من جديد، لكن بطريقة الروتين الممل، التكرار اليومي، اليوم مثل بكرة مثل بعد، حافظين بعض، يموت الحب، شعلة الحب تنطفئ تماما. لذلك لابد تشعلون هذه الشعلة. الشعلة هذه كيف تشتعل؟ تشتعل بالصدمات، تشتعل بالأشياء المختلفة، تشتعل بكسر الروتين. فإيش تسوي؟ إذا أنت مثلا حاولت بالتجاهل مع العلاقة هذه، حسيت فيها عدم اهتمام من طرف، حسيت فيها فتور، حسيت فيها ملل، جرب الغياب. إذا استطعت أن تغيب وأنت داخل منزل كمثال متزوج وتذهب إلى تجلس لوحدك، تجلس في غرفة أخرى، في مجلس آخر، لا تتواجد معه دائما، فجرب هذا الغياب. الغياب هذا يشابه التجاهل اللي ذكرناه في الحلقات السابقة. هذا الغياب لابد أنه يعطي تأثير إذا كان في حب من الأساس، أما إذا ما في حب ترى ما يأثر، والحلقة هذه مو لهم نهائيا. هنتكلم عن العلاقات اللي فيها حب ولكن صابها الفتور والملل. أيضا من في الغياب للأزواج، أحيانا الغياب لما تذهب عند أهلك أو تذهب المرأة عند أهلك أو أنت يا الرجل تذهب وتسافر أو حتى تتصنع السفر وتروح لمكان ثاني، تستأجر لك غرفة شقة اللي هي، وتبتعد عنها، هنا تختبر قيمتك، تختبر غلاك، قدرك. حتى لو ما اختبرت، إذا أنت فعلا غالي عند الشريك، في غيابك هذا بتصير في فراغ عند شريكة حياتك، في فجوة، فتبدأ تفكر فيك، ماذا فقدت؟ أنت دائما قدامها، دائما موجود، أي اتصال موجود، أي رسالة موجود، حتى في البيت موجود، ما لك قيمة، قيمتك ميتة. ليش قيمة ميتك؟ حتى لو كانت تحبك، لأنه متواجد أنت 24 ساعة موجود. حتى أحيانا عندنا الأشياء المادية لما أمسكها يعني أمسكها بيدي دائما كذا بصير ما لها قيمة عندي، مثل الجوال، جهاز الجوال الموبايل، لما كن ماسكه دائما دائما وسنة سنتين موجود في يدي أمل منه، بس خلني أضيعه أو أفقده، هنا بحس بقيمة هذا الموبايل، بحس بقيمة، أقول أتمنى بس أحصل هالموبايل عشان بس أنه أحافظ عليه من جديد. هذا ما يحصل في العلاقات عموما، مثل ما قلت زواج أو غير زواج، أهم شيء تكون علاقة قوية. لذلك تفعيل الغياب مرة مهم. إذا استطعت أن تغيب عن هذا الشخص الذي لم يعد يهتم بك، إذا استطعت أن تبتعد عن الشخص اللي تحس العلاقة بدأت تصاب بالملل وبالروتين، الروتين ممل، وحفظتوا بعض بكرة إيش راح يصير وبعد إيش راح يصير، هنا فعل الغياب، ابتعد. حتى مو ضروري تبتعد ابتعاد تام، ابتعد يوم يومين هم بعدين ارجع واختبر ماذا حصل بهاليومين، إيش اللي صار، إيش تغير، بتلاحظ إنه في تغييرات بسيطة، إنه في فقد وحصل شيء جديد كسر الروتين. وأيضا في غياب التام،
إلى أن يعني فعلا يصير في شرارة الحب اشتعلت. هذا تكلمت عنه في المقدمة، أنه اشتعال شرارة الشعلة، شعلة القلب، شعلة الشوق. فالغياب التام هو أسبوع أسبوعين إلى أن تحس بينكم بين بعض فيه لابد يكون فيه رجوع، لأنه فيه شوق. لما يكون فيه شوق معناته اشتعلت هذه الشعلة. ايضا في نقطه عندي اللي هي الدراسات تشير، في دراسات تشير انه خلق مسافه بين الازواج يزيد الشعله والرضا والحماس بينهم. دراسه فعلا باحثين عملوها، وكان فعلا كل حديثهم لما صار انه في مسافه صار في حماس بينهم. لما يكون في مسافه وفي حريه شوي، اعطاء الحريه، يكون في حماس، في شوق، في اهتمام اكثر. ايضا في نقطه انه سلبيات، النقطه الثالثه بتكلم عن سلبيات الغياب. مثل ما قلنا ايجابيات، في سلبيات. سلبيات الغياب انه برضو في مثل ينطبق على سلبيات الغياب، انه الشيء اذا زاد عن حده انقلب ضده. فدائما خليك متوازن في موضوع الغياب. انت غرضك من الغياب الايجابي انه يعني تشعل الشوق بينكم، تشعل الحب بينكم، يصير فيه مثل ما قلنا كسر روتين، اشياء مختلفه عشان ترجعوا اقوى. لكن السلبي هو اللي يعني عرفتوا اللي خلاص ممكن يكون يموت العلاقه احيانا، خليها بدل ما تطلع كذا الشوق وقوة العلاقة والتمسك اللي بينكم بعض يبدأ ينزل نزول بسبب الغياب، لأنه هذا الغياب السلبي هو الغياب التام ولمدة طويلة. ومثل ما قلنا برضو اللي بعيد عن العين يكون بعيد عن القلب. والإنسان ما سمي إنسان إن له ينسى، لأنه ينسى. خلاص أنت بعيد عن العين، بعيد عن السمع والأذن، معناته أنت تدريجيا حتكون بعيد عن القلب، معناته أنت في مرحلة النسيان. وأحيانا لما يكون غياب طويل يعني بعيد أو لمدة طويلة، لما ترجع ما راح تحصل قبول، لأنه بدأ ينساك وبدأ ممكن يدخل في علاقات أخرى، فراحت عليك الفرصة. في ذلك أنه من الذكاء العاطفي أنه التوازن في مرحلة الغياب والتوازن في مرحلة التجاهل حتى، يعني تختار أوقات مناسبة يعني تتغيب فيها، وتختار أوقات مناسبة لتتجاهل فيها، مو على الطالع وعلى النازل أبدا. أيضا في نقطة أنه يعني العلاقة بين الأزواج لابد عشان تنجح يكون فيها حاجتين أساسية: العلاقة العاطفية والعلاقة الحميمية. العلاقة العاطفية يعني مثل ما احنا عارفين انه هي مثل الحديث، تبادل اطراف الحديث. العلاقة العاطفية هي ان تخصص يوم وتطلع انت وشريكة حياتك تتمشوا يوم كامل، كل واحد مخصصه للثاني، يعني تتكلمون فيها وتفعلوا لغة الحوار والصراحة والشفافية والاهتمامات المشتركة، كل هذه من العلاقة العاطفية. ايضا تلمس احتياجات الاخر، الجلوس، متابعة مسلسلات مع بعض، يكون في أشياء مشتركة، نشاطات مشتركة بين بعض، أحيانا الشكوى برضو هذه من العلاقة العاطفية، الاحتواء من العلاقة العاطفية. والنقطة الثانية أو رقم اثنين من الأشياء الأساسية في الزواج اللي هو العلاقة الحميمية. العلاقة الحميمية هي رقم واحد في إزالة التوتر، لإزالة الترسبات والتراكمات. العلاقة الحميمية هي رقم واحد في إزالتها، وبالتالي تنعكس على نجاح الزواج أو فشله. والعكس صحيح، الابتعاد عن العلاقة الحميمية برضو يجعل العلاقة في نزول 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 إلى أن تبوء بالفشل وتفشل نهائيا. لذلك نركز على أشياء أساسية بين الأزواج. أيضا من برضو نتكلم عن الأشياء، من الأشياء الأساسية ذكرناها العلاقة العاطفية والعلاقة الحميمية، إذا كان فيها يعني فيها انقطاع أو فيها عدم اهتمام من طرف من الأزواج، ما يهتم بالعلاقة العاطفية ولا بالعلاقة الحميمية، هنا برضو تفعل الغياب. إذا طلب العلاقة الحميمية بعد شهر يعني كده بمزاجه، تفعل الغياب عنها،
ولا تستجيب، ليعرف قيمتك وقيمة الحرمان اللي هو عمله أو قيمة الفعل اللي هو سواه. لأنه فعلا ما يعرف القيمة إلا لما يفقد، لكن هو متعود بمزاجه كل أسبوعين كل شهر كل سنة، مو على كيفك. إذا جيت امنع، هنا غياب. برضو العلاقة العاطفية، إذا كان هو في موقف سيء أو يبغى مساعدتك وتوقف معاه وأنت السند لي بس بمزاجه، برضو هنا تفعل غياب. قل له أنت مثلا منقطع عني الفترة هذه كلها، أو أنت غايب عني حتى لو كان زوجك الفترة كلها هذه، لا تجلس معاي، لا تحتويني، ما تقضي يوم معاي، مو على كيفك. أنت تطلبني أني مثلا أساعدك في موضوع معين، أو تطلبني أني أذهب معاك إلى مكان معين بمزاجك، لا أبدا. هذا برضو غياب إيجابي. لذلك أتمنى أن استفدتم الحلقة هذه ومن موضوع الغياب. ومثل ما قلنا، لابد يكون الغياب في وقت مناسب ولظروف معينة، مو تكون ظروف جميلة، علاقة حلوة مرتبة تفعل فيها الغياب، هنا غلط، انتبه. ففي النهاية أتمنى الضغط على الصورة، الاشتراك في القناة وعمل لايك، اللايك مهم يا جماعة. والسلام عليكم ورحمة الله.